أكثر إصابات الركبة شيوعاً وهي أكثر عملياتنا حقيقة بالمنظار، اللي هو إصابات الغضروف الهلالي، تمزق الغضروف الهلالي. الآن الغضروف الهلالي هو جزء مهم من مفصل الركبة. الآن في صورة أنا عرضتها رقم واحد إذا بعرضنا إياها. نعم الآن كنترول معنا إذا نعم. كان أي صورة رقم واحد. الآن الغضروف الهلالي هو موجود، هو عبارة عن نسيج غضروفي ليفي موجود في داخل المفصل إذا بتشوفه هون بالصورة. نعم الآن هو بيعمل على توزيع الضغط على السطح المفصلي، إذا له دور مهم جدا في تخفيف الإجهاد على السطح المفصلي. إذا بتلاحظوا بالصورة هون على اليسار، هذا اللي باللون الأخضر هو هذا يعني تشبيه للغضروف الهلالي. إذا بتلاحظ يوزع الضغط على السطح المفصلي، إذا بتلاحظ الأسهم الآن هون على إيدك اليمين، إذا بتلاحظ الصورة الضغط يعني بالتساوي أو متوزع على السطح المفصلي بوجود الغضروف، لكن الصورة اللي على اليمين أكثر إذا بتلاحظ بعدم وجود احتكاك. الغضروف يؤدي إلى إجهاد في منطقة معينة من المفصل، وهذا الحكي يسرع في احتكاك المفصل. سوفان هو احتكاك المفصل. أيضا نعم. سوفان مفصل نعم. له احتكاك أو خشونة أو سوفان. ولهذا هو جزء مهم، وهلا لما نيجي نحكي عن علاج تمزق الغضروف رح نحكي عن أهميته كيف الحفاظ عليه وخاصة عند فئة الشباب. تمام. نعم. طيب. الآن إذا بعرض لنا صورة 2 رح نحكي شوي عن الغضروف الهلالي. إذا بتلاحظي هون بالصورة 2 الغضروف الهلالي هو أجزاء، يعني الجزء الخارجي أو إحنا بنقسمه يعني مجازا إلى أجزاء. الثلث الأخير اللي هو الثلث الأحمر اللي مبين، والثلث الداخلي الثلث الأبيض، وبيناتهم في تداخل ما بين اللونين. تمام. اللي هو هذا الأحمر اللي هو في دم، بمعنى آخر إذا صارت إصابة في هذا الجزء بنقدر نخيطها بتلحم لأنه فيها دم. جميل. يعني إلها قدرة على الشفاء، تغذية دموية. نعم. نعم. الآن الإصابة للداخل في الزون الأبيض بنسميه ما فيها دم، ولهذا إذا صارت إصابة لو خيطناها ما بتلحم. وهذا معرفة هذا الشيء حقيقة كمبادئ ومفاهيم مهمة في قرار علاج إصابات الغضروف. يعني أين تكمن بالتحديدا الإصابة أو الجرح أو الكدمة. الآن يعني أنا رح أعرض الصورة رقم 3. إذا بتلاحظي بهاي الصورة يعني موجود أنواع إصابة الغضروف. في عنا إصابة في الجزء الأخير اللي هي الطولية بنسميها أو العمودية، في عنا إصابة في الجزء الداخلي مثل بنسميها يد الحقيبة، في تمزق هوريزنتال يعني أفقي، وفي عنا تمزق قطري. نعم. ففي أنواع حقيقة مختلفة، وبناء على هذا النوع الإصابة ومكان الإصابة بحدد قرار علاجنا، هل نعمل خياطة للغضروف ولا إزالة للجزء المتبقى. طب وإذا كان مثل هذه الحالة يعني قطري كامل من الطبقة الحمراء إلى البيضاء. نعم هون لا يمكن إصلاحها لأنه في الجزء الداخلي صعب التئامها، ما في دم، ولهذا نعمل على إعادة تشكيل الغضروف بطريقة نحافظ على أكبر جزء ممكن. يعني ترقيق مثلا، بنشيل الجزء المتمزق بطريقة نحافظ على على شكل الغضروف الهلالي. بطريقة انسيابية. نعم. جميل جدا. نعم. طيب صورة معنا أخرى. لا ما في صورة، بس إذا نحكي عن الأعراض. طيب. تمزق جميل. الغضروف يعني هو أكثر عملياتنا حقيقة الآن نجريها بالمنظار للركبة هي لمعالجة تمزق الغضروف الهلالي. الآن الإصابة عادة بتصير في أغلب الأحيان عند الرياضيين بحركة دورانية التفافية. في العادة هي اسمها حركة غير فسيولوجية. نعم. يعني بالضبط. غير قابل على أداها المفصل. خارج المدى الوظيفي. مدى المسار الحركي للمفصل. يعني حركة دورانية. تمام. تفرك الغضروف بتؤدي إلى التمزق. الآن في إصابات الغضروف أحيانا إحنا بنفرق بين إصابة غضروف ولا إصابة رباط في الركبة، أحيانا من لما نسمع للمريض أو للاعب. لما بتصير إصابة الغضروف عادة طبعا حسب شدة الإصابة ممكن أنه يستطيع يكمل لعب، يشعر ألم بسيط يكمل لعب وبعدين يزيد الألم تدريجيا. طب وبعدين يتفاقم الإصابة بهاي الحالة وبعدين بعد ساعات يصير تورم مفصلي ممكن ثاني يوم أحيانا، طبعا بتعتمد حسب شدة الإصابة هل هي منفردة ولا معها إصابات أخرى. الآن على العكس مثلا إصابات الرباط اللاعب لا يستطيع إكمال اللعب مباشرة، ألم شديد تورم حتى ما بيقدر يمشي عليها. واضح؟ فهي الطريقة احنا من خلالها تعرف الآن نوع الإصابة. المريض اللي عنده تمزق في الغضروف عادة بيعاني من ألم، إذا كان الغضروف الهلالي الأنسي بيكون ألمه في الواجهة الداخلية للمفصل، إذا كان الخارجي الوحشي. أو الوحشي خارجي. ألمه في الواجهة الخارجية. الآن نفس هاي الألم احنا ممكن إنه بالفحص السريري نوجدها للمريض، كيف يعني؟ في فحص معين إذا تألم المريض أثناء الفحص معناته غالبا هو عنده إصابة في الغضروف الهلالي. واضح؟ الآن هو عادة المرض بيشتكي أنه من ألم، أحيانا ارتشاح مفصلي متكرر، أحيانا ما بيقدر يثني الركبة بشكل كامل يعني الصلاة لأنه الألم بيزيد في نهايات الحركة.
فبهاي الطريقة احنا عادة بنشخص من الكلام، نسمع شكوى المريض من وموجودات خلال الفحص التشخيص. السريري. كثير حالات دكتور يمكن يكون يعني خلل العلاج، السوء في تشخيص الحالة. 100% نعم وأنت صحيح. أشرت لي أنه يعني تعانون أنتم كأطباء أخصائي في هذا المجال عندما يأتي مريض أنه شافون تم علاجه بشكل خاطئ كون مش تشخيصه مشخص، مو نعم صحيح. نعم ولهذا التشخيص مهم. يبدأ أن نسمع للمريض بشكل صحيح أو اللاعب المصاب، الفحص السريري الدقيق، وأيضا ممكن أنه نأكد تشخيصنا السريري بإجراء صورة الرنين المغناطيسي اللي بتظهر أكثر. طبيعة التمزق. بالعكس هي ضرورة حقيقة حتى في قرارنا للعلاج. بجوز هنا أنا عرضت صورة أربعة إذا بيعرض لنا إياها الأستاذ. كنترول إذا نعم أمكن أني صورة أربعة. شوفي أيوة هون صورة رنين الآن. نعم مش موجود. هاي صورة الرنين الآن. صورة الرنين تظهر، شوفي هذا السهم على الخط الأبيض. المثلث الأسود هو مقطع عرضي للغضروف الهلالي، القرن الخلفي للغضروف الهلالي. إذا بتلاحظ الخط الأبيض اللي بيقطعه اللي عليه السهم هذا تمزق. إذا إحنا عرفنا من خلال صورة الرنين ليس فقط إنه في تمزق وإنما طبيعة التمزق ومكانه، وبالتالي هذا بيساعدنا على اتخاذ القرار إنه هل نعمل عملية خياطة الغضروف ولا إزالة الجزء المتمزق. طبعا هذا مهم جدا قبل العملية. ليش؟ لأنه يعني من نواحي التشخيص قبل نعم القرار بالعلاج أو اتخاذ العلاج. ليس فقط ناحية تشخيصية وإنما إنه نهيئ المريض نفسيا ايش التأهيل اللي بعد العملية، لأنه في فرق كبير بالتأهيل ما بين إزالة الغضروف وإصلاحه. بمعنى آخر، هلا إذا بدنا نعمل خياطة الغضروف، تعرف هاي خيوط بده وقت لما يلحم الغضروف. خلال هاي الفترة المريض بده يستخدم عكازات ممكن تصل من 6 إلى 8 أسابيع، في جهاز إسناد خارجي للمفصل مش مسموح له يثني بشكل كامل، في برنامج يعني درجات الثني. لأن هذا برنامج طبعا تأهيل بده يكتمل، ممكن أنه ما يرجع اللاعب أنه يرجع يمارس الرياضة قبل 4 إلى 6 شهور. بينما بالمقابل في عمليات إزالة الغضروف عملية سريعة جدا، 10 دقائق الشفاء منها سريع. هلا أنا بدي بس أعلق على موضوع إصلاح الغضروف. إحنا الآن في تقنيات حقيقة حديثة اللي هي زادت من نسبة نجاح العمليات. زمان كان العمليات نسبة نجاحها 70% لإصلاح الغضروف، حتى بالحالات المثلى للإصلاح، يعني شاب عنده عمره صغير عنده تمزق عمودي أو طولي، الإصابة حديثة، كله كان نسبة النجاح من 70 إلى 80%. الآن بالتقنيات اللي بنستخدمها بجراحة المنظار وبوجود خيوط خاصة لإصلاح الغضروف، زادت النسبة اللي قد تصل إلى 90% على 5 سنوات نسبة نجاح. جميل. وهذا حقيقة شيء جيد. الآن أنا يعني في فيديو رقم واحد إذا بيعرض لنا إياه. طيب هذا اسمح لي قبل مبدأ الفيديو دكتور، قبل الفيديو لابد أنه نوه السادة المشاهدين أنه حابين يتواصلون معنا عبر مستشارك الطبي. وضيفنا اليوم دكتور أسعد الشيخ، وفي جراحة المفاصل والعظام تحديدا الإصابات الرياضية و العلاج بالناظر للركبة. بالإمكان التواصل معنا عبر الأرقام إن شاء الله الظاهرة على الشاشة. طيب نذهب إلى الفيديو. إذا بيعرضنا نعم. فيديو رقم واحد هون بنعرض مبادئ خياطة الغضروف والطريقة الحديثة اللي بنستخدمها حقيقة. إذا بتلاحظي هون بالفيديو في خيوط خاصة بنزرعها، وهذا كله بالمنظار بجرحين صغار. هاي بنسميها تقنية العمل من الداخل بشكل كامل اللي هو لإصلاح الغضروف. إذا بتلاحظي شايفه كيف بنخيطه الان عشان نحمي منطقه الخياطه. بيقدر يوقف الفيديو الان. عشان نحمي هاي المنطقه اللي خيطناها بدنا برنامج التاهيل الخاص اللي حكينا فيه بعد العمليه. اوكي. بالمقابل اذا بيعرض لنا الفيديو رقم 2 عمليات ازاله الغضروف، هنا عمليه حيه، يعني هذه عمليه مباشره الان عملناها لمريض كان يعاني من تمزق في الغضروف الهلالي الخارجي. اذا بتلاحظي هون التمزق، واذا بتلاحظي هذا التمزق في الجزء الداخلي، يعني ما في دم، حتى لو لحم خيطنا ما بلحم. الان بهيك حالات عاده نجري عمليه بنشيل الجزء المتمزق، تم ازاله الجزء المتمزق، وبنفس الوقت اذا بتلاحظي هون بننعم البد ما تبقى من الغضروف بحيث تصير الحافه يعني انسيابيه وناعمه. هاي العمليه عاد تستغرق 10 ل 15 دقيقه، عمليه سريعه والتاهيل منها سريع. اذا بتلاحظي هون في اليوم الرابع بعد العمليه ما شاء الله كيف المريض بيثني بشكل كامل. الان هلا راح تلاحظي كيف بيمشي كمان بدون عكازات. فهي عمليه تاهيل منها سريع جدا، بس ما يقدر يرجع لممارسه رياضه مباشره اكيد بعد وقت. ما نشوف انه العضلات قويه لانه ما في شيء نحميه، ما في خياطه خيط نحمي انه لحين الشفاء، فبرجع بيقدر يرجع يلعب
في الوقت اللي بنشوف الاتزان جيد والعضلات قوية. إذا بتلاحظي شايفي جرحين صغار تم من خلالها إجراء العمل طيب لكل جرح خلص. طالما أنت أشرت دكتورنا الجزء الباطني أو الداخلي من الغضروف نعم. يعني يكون خالي من التربية الدموية، بالتالي يعني الجزء الداخلي جدا لأقرب المفصل العميق نعم. هذا يعني ما يؤلم لأنه ما يشعر يعني لا يؤلم لأنه في أغلب الأحيان هذا الجزء المتمزق بتحرك، فبصير إذا بتلاحظي هون الموديل إذا بيعرض لنا بصير يتحرك ويحشر بين سطحين المفصل. هذا الحكي بيعمل ألم شديد وأحيانا بيعمل أعراض بنسميها ميكانيكية. شو يعني ميكانيكية؟ يعني الجزء المنفصل بينحشر وبيبطل المريض قادر أو الشخص أنه يمد الركبة. تمام. بصير يعمل حركات معينة عشان يرجع وبترجع بس يقدر يمدها مع طقة يعني معينة تقفل أو أحسن انقفال أو انغلاق المفصل. جميل. الآن بس بدي أشير إلى يعني ممارسة خاطئة. الآن أنا بدي أسألك، أنت لم تعطيني أي فرصة لأن أنت تتصل وأنت تجي. هو الآن يعني سؤال فعلا اللي أنت قلت إنه ما هي الممارسات الخاطئة اللي ممكن قد تؤدي إلى يعني علاج أو خاطئة في علاج التمزق الغضروفي من وجهة. الآن بيجيني يعني على العيادة شباب عندهم احتكاك مبكر في المفصل. لما بسمع القصة المرضية نجد أنه كان عامل عملية إزالة الغضروف وإزالة جزء كبير من الغضروف. الآن من الممارسات الخاطئة هو إزالة الغضروف إذا كان في ممكن إصلاحه. كيف يعني؟ إذا لاحظتي لما يكون الإصابة للداخل إذن هو جزء بسيط من الغضروف وقتها ممكن إزالته ما له الأثر الكبير، لكن إذا الإصابة للخارج معناته جزء كبير من الغضروف، معناته إذا أزلنا هذا الجزء الكبير ممكن يؤدي إلى احتكاك مبكر في المفصل. الآن من الممارسات الخاطئة وخاصة عند اللاعبين إنه بيجي بده شفاء سريع، بده تأهيل سريع، بده يلحق الموسم تمام. بالعامية ها فبده عملية شفاء منها سريع، فبيطلب من الجراح إنه بدي شيء سريع. فلما يقرر بده يقرر طبعا لإزالة الغضروف، وهذا الحكي فعلا بيعمله. طب كيف يعني الجراح يقرر بناء على طلب هذا المصاب هذا إنه بده يزيل الغضروف؟ ولهذا لابد من تفعيل الاختصاص الدقيق. يعني أنا الآن إذا بطلب مني مرض ما بقبل، بعمل الصح لأنه الهدف من العلاج هو ليس أنه يرجع للعب بشكل مبكر، الهدف هو الشفاء. واضح الفكرة جدا. فبالتالي هاي ممارسة خاطئة مع الأسف يعني أحيانا يقع فيها اللي هو اللاعبين عشان بده يلحق الموسم، بده يلعب في المباراة القادمة، وهذا خطأ كبير. ليش؟ لأنه بصير يعاني من ألام مزمنة وهذا بيأثر يعني ممكن يؤدي إلى احتكاك مبكر في المفصل وممكن يعطله في مسيرته الرياضية الاحترافية لاحقا. يمكن سنة سنتين بعد ثلاث سنوات يصير عنده احتكاك مستقبل غير قادم. هاي مسألة حقيقة مهمة جدا مهمة وخطرة. نعم. يعني المفروض نعم. يكون أكثر وعي فيها بجانب نعم. إصابات الرياضية.